صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد صلى على عبد الله بن أبي عندما مات؟ نعم، صلى عليه، لأن الرسول كما تعرفون رؤوف الرحيم عنده سبقة، وأيضا ابنه عبد الله كان مؤمنا حقا، ابن أبي كان له ابن يسمى عبد الله أيضا، وكان مؤمنا حقا، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه ثوبا يكفنه به، فكفنه بثوب الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول لا يرد سائلا عليه الصلاة والسلام، وكان يحب الخير لأمته ويبذل الخير لأمته، فصلى عليه وكفنه في ثوبه. هذا من كمال أخلاقه صلى الله عليه وسلم، مع أنه عدوه ويؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حادث الإفك وغيره، ومع هذا حلمه صلى الله عليه وسلم لم يمنعه من حلمه صلى الله عليه وسلم جعله يصلي عليه ويكفنه في ثوبه. هذا من حلمه وكرمه صلى الله عليه وسلم وشفقته ورحمته لأمته، إلا أن الله قال له بعد ذلك: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فنهاه الله بعد ذلك عن الصلاة على المنافقين، وفي الأول لم ينهى عن الصلاة على المنافقين. نعم.